50 دقيقة رجعنا لكم من جديد في طول عمرك في الخير، وما زلنا متواصلين معاكم. وضيفنا اليوم الدكتور توفيق كركر، أستاذ جامعي مساعد متقاعد في علم الجبر. في علم الجبر هو اللي كانت حلمة حياته أنه يكون في الهندسة، وهذا اللي باش يجاوبنا عليه. نشكركم لأنكم تتابعوا فينا على 102.3 FM. بسمة السوسي في الإعداد والتقديم، بثينة البتيلي وسليمة يوسف في الإخراج التقني واستقبال المكالمات الهاتفية على 71 88 55 56. كل تفاصيل الحصة في الفيديو على إذاعة أمل، تكتبوا بالعربي على الفيسبوك وإلا راديو M ماجوسكول L ماجوسكول. مرحبا بك سي توفيق. هالحلمة متاع الهندسة وهالمشية في الجبر هذه معناها خلينا نقولوا مراوغة عملتها، هات نحكيوا عليها. في الحقيقة هو ذا جاء تحت تأثير حشتي. أي؟ أولا الحاجة الأولى هو أني وقت عملت الستاج في تونس لقيت معنا بوليتيكنيسيان كذا قاعد يخدم في بيرو. اي ولو ما يفهمش معنا مشك المهندس اللي قاعد يصنع في حاجات ولا يعمل قاعد يعمل في جيسيون التصرف. اي استغربت من هذا، استغربت من هذا. ومن جهة الاخرى أستاذ كان عندي أستاذ بتاع رياضيات متميز جدا، ورانا الجانب الجمالي في الرياضيات. أي الرياضيات فيها جمالية اللي استيتيك، عمري ما شفت الجمال ذي أنا سي توفيق. لا لا ما فهمتهاش أنا بالآخر. الجمالية هو وقت معناها توصل لحل مشكل بطريقة طريفة قصيرة وعلى تحس باللي وراك اللي عاد فما بحر كامل. وهذا معناه دول السحر متاع المادة هذه متاع الرياضيات. أكل المبحث معناها اللي خليك في الأخر توصل بطريقة مختصرة ودقيقة لأنك تعبر على حاجة كبيرة برش هكا. هذا هو مثلا نعطيكم مثال. التصور بتاع اكل كما بتاع قصر الحمراء مثلا. قصر الحمراء في واحد اللي يتفرج يقول هو مزيان وكذا كل شيء وفي برشا انواع، ولكن في الرياضيات نقولوا التصور هذوك ما فماش غيرهم. تحكي على المعمار في غرناطة وفي إسبانيا. تسميه باباج. باباج معناها كيما زليج يغطيه واحد. هذاك ما فماش إمكانيات كبيرة ياسر باش تغير. فما 17 نوع وفي القصر الحمراء موجودين. أي برغم باللي هما مش عاملين ماتيماتيك بتقدم وقتها. هيت نشوفوا كيفاش لحنايا ركحت، كيفاش الهرمات ركحت. سي توفيق كركر وانت المختص في هالمجال، كن نفهموا الحاجات هذية كيفاش تصير. هذه علمية نقوى بصفة عامة، يعني التقنيات تسبق النظريات. اي التقنيات تقع اكتشافها يدويا. اي معنى بالممارسة، بالممارسة الحاجة تصير. أي. بالممارسة. أي. والتنظير يجي من بعد. والتنظير يجي من بعد، معنى مش نحطوا نظرية ونوصلوا لها بالتطبيق. بلوتو نطبقوا ان كونكريتيز الحاجة وبعد نشوفوا النظريات. انا واحد يخمم باش يقد حاجة ما ينجحش يعاود يصلح كذا وكل شيء، في الاخر وقت ينجح يتعدى الحاجة أخرى، واللي يحب ينظر واللي يحب عنده موقف علمي يقعد يقول عليه شيء كم شيء وكذا بالحجة والبرهان بالحجة وكذا. من وقت هو اللي نجم يعمل حساب ويعمل كالكول ويعمل كل شيء. جستمون يعمل حساب ويعمل كالكول. وإذا معناه أنا كنقول طوال الحساب والكالكول
اوتوماتيكمون بطريقه اليه يجي في بالي الحاسوب، تجي في بالي الاله الحاسبه الكالكولاتريس لورديناتور. سي توفيق كركر في الستينات وانت اللي قريت رياضيات واعلاميه، كنا نحكيوا على الاعلاميه قبل ان يكون هناك حواسيب وقبل ان تكون هناك الات حاسبه، كيفاش كانت تصير العمليه سي توفيق؟ اولا الحاسوب معناها وقع اكتشافه سنوات الأربعين تقريبا، وبدأ يظهر وبدأ يتقوى في الستينات. أي. ولكن الحاسوب كان ياخو بيت كبيرة كاملة. الحاسوب وحده، الحاسوب وحده، الأورديناتور ياخذ حجم الغرفة الكاملة. باش نقربوا للناس اللي تسمع، وتحية للناس اللي عندها إعاقة بصرية ونعرفوهم يسمعوا برشا 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 إذاعة أمل. دونك سي توفيق قلنا الأورديناتور قد البيت كاملة، علاش نستحقوا أنه الأورديناتور يكون قد البيت كاملة؟ شنو هي الخصوصيات اللي باش تخليه فونكسيونيل باش يشتغلها الأورديناتور هذايا؟ اش فيه؟ خاطر القطايع كانوا كبار، كانوا دي لامب لامب كما راديو قبل، هذا كان كبير. وخاطر كذلك فما سخانة يسخن ونداء فما هذا كذا كل شيء. دونك فما توتا فما شروط توفر كذا. كيفاش تبدل من بروغرام لبروغرام؟ يعني كيفاش فما دي كارت فما حاجات؟ كيفاش هذا اورديناتور قد البيت سي توفيق كيفاش تتعاملوا معاه؟ نتعاملوا مع بورق مقوبة، دي بتي كارتون هكا في كبر سطوش ولا حاجة هكا، مرتين قد ورقة الكارتة هكا. ونقبوه هذا هو البروغرام. فما برشا برشا كوارت، وكل مرة تجبد البرنامج المناسب تستعمله. البرنامج فيه برشا كوارت، تصب تصب الواحد وبعد كذا بعد ظهور الكلافي اللي يسموه لوحة المفاتيح. جاء من بعد بيسر. وش عمل معناها الكلافي؟ كيفاش سهل نحى علينا الكوارت هذوكم وعوضها؟ اي نحى الكوارت هذوكم ولا معنا كان نعملوا على الاله الرقم كما الدكتيلو قبل الدكتيلو. دونك تعتبر انه من الاختراعات الثوريه بالنسبه للاورديناتور انه زدناه الكلافي. زيد الكلافي هذاك بدا في الستينات تقريبا، في اخر الستينات. في تونس لقيت الحاجات هذيك ولا هذوم كل تحكي لنا على حاجات انت بالطبيعه شفتها في فرنسا، درست في فرنسا؟ لا ما نظنش كانت وقتها، ما نظنش ما عندناش حتى جامعات اللي تدرس ولا حتى الاورديناتور كبير، ما نظنش ما عندناش في بداية الستينات. دونك سيتي ميزة انك مشيت وشفت التجربة هذه. انا ديما عندي سؤال هو كيفاش نعملوا الحسابات الكل من غير الكالكولاتريس؟ توا ساعات واحد مع واحد تلقى ناس يتفيوا على الكالكولاتريس، كيفاش كانوا يحسبوا الناس توفيق الستينات قبل الكالكولاتريس؟ اما باليد، وفما كتاب زاد، فما كتيب في الحاجات اللي ما نجموش نعملوهم باللي معناها في السهلين هذا. اي سهلين معناها تلقاك العملية الطويلة العريضة معمولة ومخزنة في كتيب، مخزنة في كتيب باش ترجعوا لها ديريكتومون. اي نرجعوا لها. وفما زاد اللي نسميوها احنا ريغلا كالكولي، اللي هي كيفاش؟ هي كل مسطرة في حاجة كوليسان كما السلايد، معناها كان كي القجر. ايوا هذيك كنا معناها في الأقسام التحضيرية هذيك بتاع كنا نخدموا بالريغلا كالكولي، ما فماش كالكولاتريس. وي كالكولاتريس ظهروا في السبعينات. اي بعد السبعينات. دونك الاستخدام نتاعهم وقتها فما الريغلا كالكولي قبل ما تكون فما الاله الحاسبه. وقت اللي نحكي توا حكينا على الاورديناتور وحكينا على الكالكولاتريس ونحكيو على الذكاء الاصطناعي وما ادراك هالجمله هذيا وهالتخصص الكبير وهالناس اللي خايفه من الذكاء الاجتماعي. وان اليوم بركه معناها نتبع ونلقى انه بيل جيتس يقول لك انه في 18 شهر نجموا الماده التعليميه الكل نوصلوها للصغير
المتغيرات بالذكاء الاصطناعي كاملة مريقلة، وخاصة باش يحاولوا معناها وقاعدين فما تجارب تحاول أن تستعمل الذكاء الاصطناعي في التعليم. كان نرجعوا للذكاء الاصطناعي الأبجديات نتاعه، كان تحاول تقربوا للناس اللي تسمع فينا سي توفيق. هذا مشكل هذا كي تتنهد ونسمعوا كل انتليجنس ارتيفيسيال ونتفاجعوا. هذا حل لنا فرك لنا رمان سي توفيق. شنو الذكاء؟ شنو هو الذكاء؟ الذكاء الذكاء هو يعتمد على الذاكره قبل كل شيء. اي ما غير الذاكره ما فماش ذكاء، ما فماش ذكاء. وهذا يظهر حتى مع الحيوانات. اي الحيوان وقت اللي تنسوا بحاجة إيش قاعد يعمل؟ هو ما هو بنا قاعد يولي ذكي، هو يولي ذكي وكي تقوله لا بتاكل في الصحن متاعك بتبزعش وكذا، وقت اللي بزع تعطي ضرب على روحك. أنت تحس ذكاء تطوير الذكاء أو برمجة الحيوان؟ سميه اللي تحب. أي. سميه اللي تحب. أيه. أما هو الذكاء هو قبل كل شيء تخزين معلومات. وي أيه. ومن بعدها ربط ما بين معلومة ومعلومة. أيه. كيفاش تربط ما بيناتهم؟ أيه. هذه المعلومة الأولى تجيب المعلومة الثانية أو الثانية تجيب الأولى كذا. بعد معناها المنطق هذاك هو المنطق. خاطر هذا مهم، خاطر كي تقول لي هكا سي توفيق نجم نقول انا كأستاذ عطيت نفس المعلومات للتلاميذ الكل حفظهم بنفس الطريقه، لكن طريقه الاستعمال واستخدام المعلومات ما كانتش نفسها. فسيتك تقول ربط المعلومات بعضها هو اللي فيه معناها يظهر الذكاء حسب منطق معين. شنو هو المنطق؟ وكما نذكروا احنا في مدرسه المشاهدين شنو هو المنطق؟ المنطق 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 العلمي بتاع الرياضي. نحب المنطق الرياضي الرياضيات اللي يخدموا به في الانفورماتيك وكل شيء. اي دونك الاساس بتاعه هو التصنيف والترتيب. التصنيف هو تقول مثلا كرسي والفوتي حاجه واحده. مش طاولة. هي. وطاولة كبيرة التصنيف هي كل صنف معناها التصنيف هذاك. وقت اللي توصل باش تصنف الأشياء أنت قاعد تعمل في مرحلة مراحل الذكاء. من بعدها يجي الترتيب. الترتيب هو أنه هذي كبير هذا صغير هذا قوي هذا ضعيف هذا كذا كل شنو اللي يجي قبل شنو يجي بعد. يجي قبل يجي بعد. من وقتها من الحاجتين هذوما يتكون الذكاء. اي ومهم الذكاء معناها يسجل انت مثلا تحط قرب صبعك للنار. اي تحسه يتحرق تولي تعرف باللي ما عادش تعاود ما عادش تعاود معناها يتسجل هذيك تعرف باللي هذيك عندها مفعول كذا. بالممارسة ونولي نعرف شنو اللي يصير شنو ما يصير. يتكون الذكاء يتكون الذكاء ويتكون اللي نسميه احنا لابرونتيساج. اي تعلم تعلم. أي. تولي قاعد تخزن وكذا. شبكة النيرون شبكة النيرون النيرونات هي تقوم بالعمل هذايا، هي تقوم تخزن وتربط تربط الاشياء من بعض. والانفورماتيك انا قاعده تعمل كيما يخدم النيورون نتاعنا. الذكاء الصناعي كله مرتكز على تقليد لي ريزو دو نيورون. اي اللي هو موجود في معناها نفس شبكة النيرونات واللي نقوم به في كل ما هو الذكاء الاصطناعي هو تقليد لها. معناها ينجم الذكاء الاصطناعي يفوق الذكاء البشري في يوم ما؟ سؤال خطير.
حس رأيك حتى لا 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 تخوف. هو 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 المشكل هو أنه الشبكة البيولوجية النيرونات في أكثر بكثير من النيرونات من الليزورديناتور الموجودين من كل الاختراعات العلمية تنجم تكون الشبكة البيولوجية فيها أكثر تفوق برشا دونك على إمكانيات ولكن العبد وحده ما يصيرش يخدمهم بالكل صحيح أي. وكي يكثروا برشا هذاك علاش وقت اللي يقولوا وقت اللي الناس تخدم مع بعضها تقوى أي. كيف كيف حتى الليزورديناتور كي يخدم مع بعضها بالتقوى واللي قاعد يصير توا هو لي غراند اورديناتور اللي موجودين في العالم قاعدين يخدموا مع بعضهم قاعدين مع بعض وذاك تطلع قوه الذكاء يقوى مع الذكاء إذا مهم برشا اللي تحكي لنا فيه سي توفيق وقوة الذكاء ساعات تبدأ بألعاب صغيرة برشا إذا كان لقاو كافي دي ديليس لأنه محليها معناها ذكرتني بالقلوب المشماش وبيانتو المشماش دونك نجموا من نطوروا هالذكاء عند الصغيرات مش بالضرورة نصرفوا برشا فاصل غنائي وبعد